للمرشد التربوي دور مهم في المدارس، فهو يعتبر الطبيب النفسي للطلبة، وهو مكتشف المواهب لديهم. ولتسليط الضوء على هذه الشريحة المهمة، نظمت تربية ديالى مؤتمرها العلمي السنوي الأول للإرشاد التربوي بحضور عدد كبير من المرشدين التربويين في عموم مدارس المحافظة، لغرض مناقشة أهم المعوقات التي تواجه المرشد التربوي في المدرسة. هناك غرف خاصة موجودة في معظم المدارس، ليس جميعها، في معظم المدارس تعتبر غرفة المرشد التربوي التي تتوفر فيها جميع المستلزمات والسجلات اللازمة التي من شأنها تحديد الحالة النفسية أو تحديد الاحتياجات الخاصة للتلميذ الذي قد يعاني من بعض المشاكل في البيت أو في المدرسة. يقوم المرشد التربوي بحلها بالتنسيق مع أولياء الأمور ومع إدارة المدرسة، ودائما نطلق على المرشد التربوي هو الطبيب النفسي والإرشادي داخل بناء المدرسة. هذا المؤتمر السنوي لغرض التقييم ما يتم رفعه من بحوث لغرض مناقشته، لغرض رفض العملية التربوية في المديرية العامة لتربية ديالى وكل المدارس التي تخص هذا العمل، لغرض رفضهم بالروافد الجديدة وكل ما يصدر من بحوث ونتاجات علمية. المرشد التربوي دور مهم محاور في العملية التربوية، وله مهمات متعددة يقوم بها التي حددتها تعليمات الإرشاد التربوي رقم 1 لسنة 2012، ومنها تحسين الطلبة ضد المشاكل، وهي لا تقل أهمية عن دور المعلم والمدرس في المدرسة، بل يكمل كل منهما الآخر، فهو يساعد الطالب على اكتشاف قدراته وإمكانياته والتغلب على الصعوبات تعترض مساله الدراسي، فضلا عن مساعدته على التوافق مع بيئته الدراسية والاجتماعية. طرحت في المؤتمر عدة بحوث علمية تناولت حلول للمشاكل التي من الممكن أن يتعرض لها المرشد التربوي، وتوجيهات ومقترحات للارتقاء بهذا الجانب المهم لخدمة المسيرة التربوية والعلمية للبلد. كل بحث اللي يعالج مشكلة أو مشاكل هواية يتضمن حلول، يتضمن توصيات، يتضمن مقترحات. إذا أخذنا بها إحنا نرتقي بالإرشاد. المرشد ترى هو شمعة المدرسة. إذا أنت عندك مرشد بالمدرسة معناته المشاكل انحلت. تعرف السلوك الإنساني سلوك معقد، أعقد سلوك بالعالم هو السلوك الإنساني. أنت من عندك باحث يقدر يحل هذا السلوك، إذا أنت حليت المشاكل كلها. فهذا المؤتمر له بصمة كبيرة إن شاء الله بمحافظة ديالى. عملنا داخل المدارس الابتدائية تصحيح للسلوك، لأن الطفل بهذه المرحلة هو مرحلة نمو، يريد أحد أنه من داخل البيت وأيضا بيئة المدرسة تصحيح لسلوك هذا الطفل، حتى يؤدي، يعني حتى المعلم يحتاج هذا الشيء داخل المدرسة حتى يؤدي دوره. فإحنا كمساعد للإدارة وكمساعد للمعلم ومساعد للطالب نقدم الوقاية وأيضا الطرق العلاجية للأشياء السلوكية اللي تحدث في المدرسة. اكتشاف الموهبة الفنية المتنوعة وحل المشاكل النفسية والعائلية للطلبة دور يقوم به المرشد التربوي في المدرسة، وهذا المؤتمر جاء لتسليط الضوء عليه من خلال البحوث المقدمة لعدة باحثين للتطور والنهوض في هذا المجال. لبرنامج صباح الخير، عراق، دريد المعموري، محافظة ديانة.